فاز مشروع فرز المخلفات من المنبع بالمركز الاول عن محافظه البحيره ضمن المؤتمر الوطني للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه يقوم المشروع على استقبال المخلفات البلديه بجميع انواعها من المواطنين بمقابل مادي المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر فاز مشروع فرز المخلفات من المنبع بالمركز الأول عن محافظة البحيرة فئة المشروعات المحلية حياة كريمة المشروع يقوم على استقبال المخلفات البلدية بجميع أنواعها من المواطنين بمقابل مادي حيث يتم فرز المخلفات من المنبع عن طريق الأسر المصرية وتسليم المفروزات إلى وحدة الفرز مشروعنا عبارة عن وحدة مصنوعة من المعدن وتعمل بالطاقة الشمسية عن طريق الإضاءة والتهوية و بها وحدة إسعافات أولية و بها أيضا وحدة مكافحة الحشرات و بها مجموعة من الصناديق و عدد اثنين عمال تقوم الأسرة بفرز هذه المخلفات من المنزل وتسليمها للوحدة بمقابل مادي، ويقوم الوحدة أيضاً باستقبال المخلفات الغير مفروزة أيضاً من المواطنين وفرزها فرز سريع ومباشر في الوحدة نفسها. وتقوم الوحدة بالمشروع بتسليم المفروزات إلى مصانع تدوير المخلفات لإعادة تصنيعها مرة أخرى، كما يوفر الأسمدة الطبيعية والمواد الخامة للمصانع المتخصصة في المجال، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب. كما يقلل مشروعه من المقالب العشوائيه وتراكم القمامه بالشوارع وعلى المجاري المائيه احنا بيجينا نوعين المواطنين اول واحد بيجي بالكيس بتاعه بينفرز له الكيس بينطلع له حاجته على جنب ونكتب اسمه ونعمل له بون عايز فلوس بياخد فلوس اخر الشهر مش عايز فلوس بياخد سلع تمونية من بقال ووفقا لمحافظة البحيرة فإن معدل القمامة في المحافظة يصل إلى 4500 طن يوميا، مما يستلزم أسطولا كبيرا من معدات النظافة، في حين أن رفع كفاءة منظومة التجميع من المنبع يؤثر بالإيجاب على منظومة تجميع القمامة بالكامل.